بيتك وانا اللي كنت فاكراك اهبل. اهبل ازاي يا بيبا؟ ده انا قتال قتل اساسا. قتال قتل اهبل. بقولك ايه؟ مش ناوية تفتحي اتيليه رجالي بقى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان انا انفعك واطقم من عندك بقى، ما شفتيش فرج لما يطقم. هو لازم تنفعني وافتح لك اتيليه يعني؟ امال اعمل ايه طب يا بيبا؟ اعمل ايه؟ اشتري فستان؟ يرضيكي فرج بفستان كده؟ يرضيني. طبعا. لا اشتري لمراتك. اخس. ايه ده؟ انا اتجوز واحده واصرف عليها ليه؟ اختي يعني؟ لا، دي الجريمه الوحيده اللي لا يمكن فرج يعملها ابدا. يا سلام. هو الجواز بقى جريمه؟ الحب بقى جريمه؟ امال ايه؟ الله يا بيبا، يا بيبا انا كده نجم باشا، عامل زي الفراشه، بتنقل من ورده للتانيه. وبعدين اللي زي ما ينفعش يبقى ليه بيت وعيال رحله هي. امسكي يلا. ايه؟ يلا زي ما اتفقنا قبل كده. ايه ده يا بيبا؟ ده انت كويسة؟ عشان تعرف بس. خد. ماشي. عايز اقول لك على حاجة يا فرج. قولي يا بيبا. اخوك سيد. ماله سيد؟ مضايق ليلى وقارفها في عيشتها. ظهر انه بيحبها وهي مش عايزاه. قول له يبعد عنها. بيبا انت مين اللي قالك على الكلام ده هون؟ ليلى نفسها. أمورة لولا. أمورة. ماشي يا بيبا، أنا هحل الموضوع بالعقل ما تلاقيش خالص. مش قلقانة. بقول لك يا بيبا، خدي المسدس ده وكملي أنت بقى عشان أنا رايح آكل عصافير مقلية. طب خد بالك. لا لا. الأفلام دي هتجننك، أفلام الأكشن. سيد. ها؟ في طفح ولا زي عوايد أمك مفيش؟ زي عوايد أمك مفيش. طه. قفلتهولك. طب ما خير ربنا كتير أهو. في قوطة. بقول لك ايه طه؟ البت ليلى دي مش تمام، مش مظبوطة. ليلى؟ اشمعنى يا فرج؟ في ايه قول لي؟ عاملة لك استدعاء ولي امر وهتتذنب. في ايه يا فرج؟ ما تقول، انت هتنقطني؟ ونقطك ليد وانت رقاصة. بص اطفح واحكي لك، عشان البت دي طلعت خسيسة. حلوة القوطة. حلوة قوي قوي قوي. أنا ما غيرت أسلوبي معاه، أنا بالساعة بشد وساعة برخي. مهم، بدي أعرف كل شيء عن شغل عائلة الزهار وشو ممكن يتعارض مع شغل مجدي وناصير. عم نشتغل لك عليها وكل شيء بيصير مع مجدي رح تلاقيه قدامك على المكتب. لك يا مازي، اللي صار بين عائلة الزهار وبين مجدي وناصير بيطرح علامات استفهام كتيرة. كلام حسين الزهار معي بيأكد انه مخبى اشياء بلاوي، وفي احتمال مع اني عارف انه ضعيف بس لازم نشتغل عليه. اللي هو؟ هل حسين الزهار له علاقة بقتل حمزة او كل القصة خلاف بينه وبين مجدي وناصير؟ اشتغل على الموضوع. عمرك. طيب ناس متلهودي معودين على القتل، ليش تجددوا حمزة؟ كافين يقتلوه بكل بساطة؟
كانوا عايزين يخوفوه بس. ده اللي كان عقلي بيقوله لي دايما. اقول لك على حاجه، مجدي ما كانش عايز يخسرني. اصل مجدي كان راجل قوي، على راي فرج قوي قوي. طيب ليش تخوفوه بس؟ انا مش فاهمه، انت بتسالني على حاجه جواهم اعرفها ازاي؟ مين اللي قال ان جواتهم بس؟ هي دي الاسئله اللي ما بتخلصش. لا لا مش منطقي تكوني جوات القصه وما تعرفي كيف فكروا بالموضوع. كانوا فاكرين انه هيخاف ويبعد. لا بس فعلا مجدي راجل، على رأي فرق برضو قوي قوي. وطبعا حمزه ما بعد الموت نهاية واحدة لكل شيء، لكن الاختلاف كله في التفاصيل. مش هيك كتب حمزة؟ لا، أخطف مين وأخطف إيه؟ أنا مش ممكن أعمل حاجة زي كده. أنا حياتي أكبر من إن أبص تحت رجليا. أنا مش ممكن أفكر في حاجة زي كده. عارف يا حمزة، النتيجة الطبيعية لوجودك في حياتي انك تموت. بس انا ما عملتش كده. سألتش نفسك ليه؟ لأني مش هخليك خصم ليا. الحاجة المهمة، الطريقة الوحيدة للتعامل معاها هي القتل. عملت ولا حاجة. شوية تراب جم على جزمتي وسخوها. عمرك ما هتبقى خصم انك تأديب. عارف؟ عارف أوسخ حاجة ممكن تيجي للبني آدم هي إيه؟ إنه من كتر ما هو مغرور يفتكر إنه ممكن يتحكم في كل حاجة. حتى في حياة الناس. الغرور ده بيوصل له الواحد لما يكون ناقصه حاجة، هيضحك على نفسه عشان يداري النقص. عشان كده بقول لك إن أنت مغرور. أنا جيت لحد عندك وقلت لك إن مفيش حاجة بيني وبين مراتك، بس عشان أنت عندك النقص ده ما صدقتنيش وعملت الحركة الخايبة بتاعتك دي. الحركة الخايبة دي اللي مخليك عايش لغاية دلوقتي، فاهم؟ تفتكر تفرق كتير؟ اه طبعا تفرق كتير. يومين جداد زادوا من عمرك، وانا اللي زودتهم. وبإيدي امحي اليومين دول خالص. يعني انت كنت حاسه انه بعده عايش؟ حاجه جوايا كانت بتقول لي كده. مش غريب شوي؟ حاجه صعبه تتوصف، بس كنت متاكده انه طالما انا لسه عايشه يبقى هو كمان عايش. ذكرتيني فيلم حبيبي دائما تبع نور الشريف وبوسي. كلامي فيه كتير من حوار الفيلم. حبيبه، حمزه مات وانت بعدك عايشة. رائع وضعي، دخيل عرضي، حكيك هيك كله مفكفك وملكلك. الله يرحمك يا حمزة، هبلت للمخلوقة. ومين قال لك ان انا عايشة؟
اللي مجنني ان انا عارفه ان هم اللي عملوا كده، بس لا قادره اواجه مجدي ولا عارفه اسكت وما اتكلمش. ومجدي، مجدي بيتعامل معاكي ازاي؟ عادي، اكن مفيش حاجه، اكن كل اللي فات ده ما حصلش. حبيبه اوعي تتكلمي معاه عنه. انا لو فضلت كده هموت. ولو اتكلمتي معاه عنه هتموتي برضو. حبيبه كانت حالتها زفت، يمكن لو ما كنتش جنبها كانت حاولت تموت نفسها. ساعات بتحس ان وجودك في الدنيا ملوش اي لازمه، وبيبقى قرار انك تنهي حياتك ساعتها اقرب قرار لك. عمرك حسيت ان حياتك ارخص وانت وانا رصاصه؟ او ما حسيتش الاحساس ده قبل كده؟ انا لازم تشكرني لان حطيتك في محنه. مش عارفين لو ادي جمالك فين بصراحه، انت راجل محترم. المحنه دي بقى هتخليك تبقى كويس وتعرفك حجمك قد ايه. مع المحن بتعلم، والمحن كمان يقعد يعلم. تفتكر يعني انا مش فاهم انا فين؟ ومش عارف ان انت ممكن تقتلني في اي لحظه، ومش انت اللي تقتلني، اي كلب من رجالتك. ويوم ما جيت لك المكتب كنت عرفتك كويس قوي، وبرضه جيت عشان انا مش عايل وسخ. الموقف ده بقى يخليك تعرف حجمك قد ايه، وهيفضل محفور هنا جواك. انا بقى لما انام جنب مراتي اخليها ما تفكرش لحظه ان عملت منك قيمه وبقالك تمن. في جزء من الروايه بيقول انك فكرتي مره بالانتحار، مظبوط؟ مفيش واحده اشتغلت الشغلانه دي ومفكرتش تعمل كده. امال هتفكر في ايه يعني؟ يعني انا ما بنكر انه حياتك مثل الزفت، بس كمان ما بقدر افهم انه واحد يفكر بالانتحار وعم ينهي حياته، واذا غيرها مش افضل؟ الانتحار أكثر طريقة درامية للموت. الفارق فيها هو الظن أنك من يجلب الموت إلى نفسه، لكن الحقيقة أنك مجرد سبب لمصير محتوم مكتوب عليك لا تستطيع تغييره. يا رب عبالي موت. يا حبيبة شو عم تستهبل تقولي؟ شو هالحكي البلا طعمة؟ والله العظيم مش طايقة حالي. كله منك يا كارين. رجعنا على نفس الحديث. ايه رجعنا على نفس الحديث؟ لشو جبتيني كارين؟ هل قد كنتي مقهورة انه انا مش مثلك؟ على كل حال صرت مثلي واضرب. جبتك لحتى تعيشي حياة احلى. لكن العيش البشع كيف بتكون؟ كارين منك حاسة بالرخص اللي نحن فيه؟ نحن جواري بنبيع بفترين. نشرح كل يوم قدام اوسخ عالم. مانك حاسة؟ ايه بس عم نطلع مصاري قد مدراء البنوك. يا عمي يا ريتني بطلع مصاري قد الكناس اللي بالبنوك. على قليل هيدا عنده كرامة، عنده عيلة، عنده حياة عادية مش مثلنا. حبيبة انت عم تحكي هيك هلا لأنك مأمنة حالك. افترضنا قاعدة ومعكي ولا ليرة أكيد ما كنت بتقولي نفس الشيء. العيشة اللي عيشتيها هلا إلا تمن حبيبتي. شو فكرك انت رح توصلي لهون ببلاش؟ ما بدي إياها العيشة. الحق علي تبطرت عن نعمة. عما كانت الخياطة تبع أمي. خلص حبيبة بشرفك خلص، كل يوم نفس الحكي.
وناصر، ناصر اللي فكرته رح يحميني من هالقرف كله طلع مثله مثلهم. بدي اعرف هالرجال من وين بتحس، قصدي كيف بتحس، بحسوا اصلا؟ فيكي تاخدي من ناصر اللي بدك اياه، هالشي بايدك. ناصر في جواته شي كتير حلو، استفيدي منه. مشكلة كبيرة انك تبقى عايش زي الطيار ومضطر تتعامل مع ناس عقليتها واقفة على الارض، مهمين بالنسبة لك وكل حاجة وبتتعامل معهم وعايش معهم، بس دايما بتحس ان هم مش معاك على نفس الخط. وده الفرق بين سارة وحبيبة، فرق كبير. اسمع يا سيد، اول ما مجدي يروح لها تبلغني على طول، نفذ اللي بقولك عليه وخلاص. سلام. ممكن اعرف ايه اللي حببتيه ده؟ انت ليه مستغرب يعني ان انا بغير عليك؟ تغير عليا تعملي زي العيال الصغيرة؟ فكرتيش في شكلنا قدام موظفين الشركة؟ زماننا بقينا لبانا ببقهم. بصراحة ما قدرتش امسك نفسي. قدرتيش؟ اه واضح انك خلاص قدرتيش تميزي بين الصح والغلط. يا صافي، احنا لا سننا ولا شكل حياتنا يسمح بالتصرفات الهبلة دي. انا اسفة، خلاص بقى اللي حصل حصل. وبعدين قلتلك 100 مرة ليلى دي زي بنتي. انا لو في حاجة بيني وبين ليلى كنت اديها اجازة من الشركة. بصراحة بقى لما عرفت ان انت رحت لها اتجننت. حبيبتي انتي ما اتجننتيش لانك طول عمرك مجنونه. مجنونه بيك عشان بحبك، والله العظيم بحبك. مفيش راجل ما بيحبش ان مراته تغير عليه، يمكن ده اللي بيخليه سامحها على اي تصرفات مجنونه بتعملها. مكانش ينفع اسيب الباب مهرب، والمره الوحيده اللي سبت فيها الباب دخلت حبيبه منه عشان تشاركني في أهم حاجة كنت بملكها في حياتي، عشان كنت أضعف من إني أخد القرار. طبعاً هيدا قبل ما تشوفي الموت بعينيك. قصدك على اللي حصل في الأتليه؟ شو بتعرف عن عيلة الزهار اللي عملوا هيك؟ كانوا بدهم يقتلوا ناصر ومجدي. ما كانش ليا أي علاقة لا بشغلهم ولا بمعارفهم. تعرفي أنا ولا مرة بحياتي دخنت، كنت خاف من بي. أعطيني سيجارة طالما بي مش هون. طالما كده كده ما بتشربش بلاش، عادة زي الزفت أصلا. طب برأيك عيلة الزهار ممكن يكون لهم ضلع بقتل حمزة؟ ومال عيلة الزهار ومال حمزة؟ لأنه بركي بدهم يورطوا مجدي وناصر وبقية البوطة. أنا من ساعة ما شفت البت لولا دي وأنا قلت عليها بت مش تمام، مش مظبوطة. أنت بتقول كده ليه؟ علشان ليلى كانت مع سيد أخويا من أول ما اشتغلت عند مجدي. معاه؟ معاه إزاي يعني؟ معاه يا بيبي، معاه. فإيه بقى اللي يخليها تيجي تسيع عليكي وتقولك إنه بيضايقها وإن مفيش حاجة بينهم وجو ده هون؟ مش عارفة، بس يمكن هي ما كانتش عايزة تقولي حاجة عن حياتها.
او هي فعلا عايزاه يبطل يضايقها. طول عمري بقول عليكي طيبه يا بيبه. اشمعنى؟ اقولك شوفي يا ستي، ليلى اول ما رسمت رسمت على مجدي ورسمت عليه كتير، ولما ما لقيتش منه رجا سيكت مع سيد اخويا. فايه بقى اللي يخليها تفك منه دلوقتي؟ معرفش، اكيد في حد جديد. حد زي مين؟ شوف انتي بقى، يعني واحده اول ما رسمت رسمت على مجدي، تفتكري دلوقتي هتكون بترسم على مين؟ مروان. شطوره يا بيبه. موضوع عيلة الزهر ده لازم يخلص يا فرج وبسرعة. فاكر لما قلت لك اتقل على الراجل ده؟ انت ما تقلتش. جرى يا فرج؟ ما انت اللي رحت قتلته ولطيتنا. لطيتنا؟ ما انت عارف الرصاصة كانت رايحة فين؟ أنا غيرت اتجاهها. لو كانت الرصاصة دي رايحة في حتة تانية كنت سبتها تروح وترشق. جاتك نيلة. قال يا بابا علمني السداغة، قال له تعالى في الهيفا وتصدق. في ايه؟ عيلة الزهر دي عيلة كبيرة. وإيديها ضايلة وبيشتغلوا في كل حاجة، يعني لازم نقعد نفكر ونخطط مش نقعد نهرج. بس بعون الله أنا خليها تمطر عليهم كخ. لا قول بعون الله هتمطر عليهم دم. جرايا دي أنت وهو، خلاص علمتوها حرب، واحد يقول لي كخ وواحد يقول لي دم. لغاية كده ومجدي لازم يجي يحضر الحوار ده. صح. الراجل ده بيتكلم صح. اطلبه يا ناصر، خليه يجي عشان نرسع اللي هيتم. امسك. هات. انت ليه ما قلتليش انه كان في حاجه بينك وبين سيد؟ على فكره حقيقه انت فاهمه الموضوع كله غلط. انت في حياتك في اللي بتعمليه، بس ما تدخليني في حدوته من حواديتك. ما ينفعش تضحكي عليا. انا ما كنتش عايزه اقول لك على الحكايه كلها، لان موضوع سيد ده غلطه بتجري ورايا ونفسي اخلص منها. انا مش سالتك لو في حاجه بينك وبينه وقلتي لي لا. خفت يا حبيبه. خفتي؟ خفت من ايه بقى؟ خفت لشكلي يبقى وحش قدامك مثلا؟ وشكلك دلوقتي ايه؟ حلو؟ خلاص بقى انا عارفه اني غلطانه، ما تزعليش مني. وايه بقى اللي جد خلاكي عايزه تخلصي من سيد؟ زهقت يا حبيبه. حياتي كلها قرف وملل وخوف، بوظ لي حياتي. يعني مفيش حد تاني؟ حد تاني ايه الهبل ده؟ اكيد لا طبعا. اصفر. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مروان. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا مروان. طب انا همشي بقى بيه عشان اتاخر. باي باي. باي باي يا مروان. باي باي. عاملة ايه؟ تشرب حاجة؟ اكتشفت ان كل حاجة في حياتي غلط. قرار ارتباطي بسيد ومروان، حتى لجوء الحبيبة. ازاي هطلب منها طلب زي ده وانا عارفة انها ممكن تعرف الحقيقة؟ غبية. بقالنا كتير قوي ما عدناش القعدة دي، بقت المصايب بس هي اللي بتجمعنا. عشان انتوا غاويين قرف وما تحبوش الا القرف. ما احنا كنا حلوين وكان ممكن نكمل حلوين. فاكرين يا جماعه ما كنا بنروح نحشش في بيتنا في الازاريطه احنا واصحابنا، وماما الله يرحمها كانت ترقص، وعم النوي يطبل وعم سقسق يزمر. كانت ايام. الله يرحمك يا ماما، كنت ترقصي حلو قوي قوي. وحشتيني. اوحش. هم يضحك وهم يبكي. عارف يا مجدي، زمان ايام اسكندريه انا والعيال دي ما كنا بنحس ان في هواء داخل علينا وشكلها هتضلم بجد. كنا بنقعد قعده زي دي وبنخرج منها عارفين هنعمل ايه، ما كناش بنخاف. ما حدش قدر ابدا ينزل لنا كتف من زمان. من زمان قوي. ما اعرفش ليه لما بسمع كلمه زمان دي بشم ريحه يود.
بابا مش عايز اقول غير كلمتين بس. ايوه احي. ده ايه العيال المتخلفه اللي احنا قاعدين معاهم؟ هو احنا يعني لازم نفكر واحنا مشدودين؟ ما ينفعش نفكر واحنا فكين؟ لازم نعمل كده اورتي كارميشن. المهم العيله الوسخه دي زمانها قاعده دلوقتي زي المره اللي عامله ومستنيه تتطلق ومش عارفه امتى. هو ده بقى المفروض اللي نرغي فيه. امتى؟ هي امتى دي وازاي؟ اللي يعرفها فرج شبل هو اللي فاهم كل حاجه. بدل ما المره الجايه تظبط معاهم اروح اعيط لهم واقول لهم خطفتوا مراتي ليه؟ كان عايزين يموتونا يا فرج. دي مش عركه في بحر يا مجدي، ولا جوز شباب عكسه بنت خالتك ورايحين نكسر قهوه. ده الدم هيبقى كتير قوي، هيملى شراكم. ساعات ترطشه الدم بزياده بتبقى هي الحل. مش عشان قلت الزهار علمت علينا، انما عشان بتوصل رساله بتقول اننا خط احمر. فاهم؟ طب بسم الله اقولكش كده، احنا ما اتعلمش علينا ولا حد يقدر ولا يعرف. واكبر دليل ان انتوا الاتنين عايشين وبتحششوا، والاستفانه اللي جايبها وطعم الشنبات اللي حاول يخطف حبيبه كله فوق. الله يرحمهم اموات. اسمع يا مجدي، حسين الزهار مش هينفع نلقطه لوحده كده زي ما انا قايل لك يا ناصر. عيله الزهار دي عيله كبيره ومتقسمه مجموعات، مخدرات قمار سلاح ودعارة. يعني ما يتخيروش عننا. فكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نقطف من كل بستان ورده. امتى وازاي وفين؟ نخلص من الروس الكبيره، القبضايات اللي في العيله، اللي مخاخ اللي بتفكر لهم وتدور شغلهم. ومستني ايه؟ بتنفذ يا فرج. بتنفذ يا فرج؟ وانا ليه بقول لهم مجدي يجي يهدي الموضوع؟ انتوا يا جماعه ما بتفكروش الا بصوابعكم؟ محدش بيستعمل ده. ولع فرج، احنا لازم نضربهم على عينيهم قبل ما يفتحوا. اعتبره تم يا طيار وبطل فتش. بس صدق قالها عجبتني حكايه نقطف من كل بستان ورده دي. فكرتي على راي دودي اقطف.